أكيد كلنا يعني فاكرين حارس المرمى التاريخي والأسطوري الباراغواياني لويس تشيلابرت، طبعا ده حارس مرمى منتخب باراغواي واللي لعب كمان العديد من الأندية في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية خلال مسيرته اللي امتدت من سنة 82 لحد 2004، ولعب كمان مع منتخب باراغواي من سنة 89 لغاية سنة 2003. تشيلابرت أعلن امبارح إن هو اترشح في الانتخابات الرئاسية في بلاده والمقرر إقامتها السنة اللي جاية 2023، ده على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب بعد تفكير طويل وشعور بالمسؤولية في بناء باراغواي أفضل قررت الإعلان الرسمي عن ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية من أجل أن يكون شعبنا فخور بكونه ينتمي لباراغواي مرة أخرى. وأكيد بيأمل تشيلابرت أن هو يمشي على نفس خطى جورج ويا وأسطورة طبعا كرة القدم في ليبيريا ونجم ميلان السابق واللي كمان فاز بمنصب رئاسة الجمهورية في بلاده في سنة 2017. خلوني برضو كده سريعا أستعرض معاكم جزء من تاريخ تشيلابرت واللي بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق سبورتيفو، ده كان سنة 1982 وبعد كده انضم لصفوف فريق جوراني قبل ما ينتقل بعد كده لصفوف فريق سان لورينو في سنة 1984، وانطلق تشيلابرت لأوروبا من بوابة فريق ريال سرقسطة الأسباني في سنة 88، وبعد كده رجع للأرجنتين مرة تانية من بوابة فريق بلايز سارسفيلد في سنة 1991، واستمر كمان معاهم لمدة 10 سنين ورجع لأوروبا وينضم بعد كده لصفوف فريق ستراسبورغ الفرنسي، ولعب بعد كده طبعا ضمن صفوف فريق بينارال بطل أوروغواي، واختتم مسيرته مع فريق فليز سارسفيلد الأرجنتيني في 2004، وخاض كمان تشيلابرت 729 مباراة مع كل الأندية اللي لعب ليها ونجح ان هو يسجل 59 هدف، وده طبعا كان من خلال تسديد الضربات الحرة واللي كان يعني بيتقنها ببراعة كبيرة جدا، كمان لبس قميص منتخب بلاده في 74 مباراة وسجل معاهم 8 أهداف وكان قائد لمنتخب بلاده في مونديال فرنسا سنة 1998.